خلينا نبدا بقى دلوقتي كلامنا، لان برضو يعني ملف مهم قوي اللي احنا عايزين نتكلم فيه ده ونبدا حلقتنا بيه، ومنظومه الكره، منظومه كره القدم المصريه في العموم. طيب احنا بعد ما هنروح او بعد ما نتكلم عن خروج المنتخب الاولمبي من ربع نهائي الاولمبياد، وبنتكلم ايضا على انتهاء الدوري بنهايه الشهر الجاري والبدء كمان في المعسكرات بتاعه المنتخب الاول استعدادا بقى لتصفيات المونديال الشهر ان شاء الله المقبل. طيب هل هنا بنتكلم او السؤال المطروح، هل سيتم يعني اجتماع مسؤولي اتحاد الكره ايا كان بقى هم مين، ويحطوا لوائح زي ما بتقال كده يعني تنظم او مظبوطه للمسابقات والعقوبات كمان للموسم الجديد اللي هتبقى هنا بقى النقطه المهمه اللي هتطبق على الجميع ام لا؟ هل سيتم وضع جدول للدوري بينتظم او بينتظم على اساسه الجميع ومراعاه مواعيد كمان المشاركات الافريقيه للفرق ولا لا؟ يعني عندنا اسئله محتاجين او يعني نتمنى يكون فيها عليها اجابه، مش بالورق بس لكن كمان بوضع نظام يا كريم للمسابقات طبعا. عشان نقدر زي ما بتقال كده نعرف راسنا من رجلينا، ده ملف بغايه الاهميه اعتقد. لازم يكون في تخطيط للمنتخبات في كل الفئات العمريه، عشان احنا عايزين منتخبات تشارك عشان تفوز في البطولات المختلفه بالزبط. منتخبات لا تعرف سوى الحصول على المركز الاول، ومبدئيا كده حتى لو ما حصلوش على المركز الاول بس يتشال من دماغ الجميع فكره التمثيل المشرف، لان الجمله دي ابتدت تفقد معناها وابتدى يبقى دمها تقيل ووقعها مش لطيف قوي على قلوب كل الجماهير والمشجعين في كل مكان. التمثيل المشرف ده يا حضرات بيتحقق لما بنلعب لعب مشرف ونهدف يعني اهداف مشرفه ونفوز فوز مشرف، لكن فكره ان احنا نطلع من بره ومن اولها ونقول ده تمثيل مشرف، ما اعتقدش ان التمثيل ده هيتقال عليه مشرف او من وجهه نظر الكم الاكبر من الناس. خلينا دايما عارفين ان منتخبات مصر ما هياش قليله، احنا عندنا لعيبه على اعلى مستوى، ولكن كالعاده ينقصنا حسن التخطيط والتطوير. يعني ما ينفعش نلاقي منتخب شباب مثلا بطل لافريقيا ولما يتصعد للمنتخب الاولمبي او للمنتخب الاول يتاسس على مبدا التمثيل المشرف. ايوه يعني وحتى مش هنقول امتى بقى نبتدي التخطيط السليم للكره المصريه، عايزين نقول يلا نبتدي التخطيط السليم للكره المصريه، لان مصر تستحق اننا نقدم لها الافضل. كره القدم والرياضه كلها هي لغه الشعوب، والعالم كله يستحق ان يستمع الى لغه الرياضه المصريه، لان احنا عندنا لعيبه حقيقي على اعلى مستوى. بص بقى، بما ان انت اتكلمت عن النقطه دي واعتقد دي نقطه مهمه جدا، وهي فكره هنا يعني روح البطل اللي بتبقى موجوده في الملعب مع اي خصم كان. انا اعتقد احنا شفناها مع منتخب اليد، يعني منتخب اليد حقيقي، وده يعني زي ما بيتقال كده حق يقال، فعلا المنتخب ده بيلعب ومش فارق معاه مين الخصم، مش مهم انت الدنمارك، مش مهم انت البرتغال، مش مهم خالص انت مين، مش مهم تاريخك ايه، الرانكينج بتاعك ايه، انا بلعب لعب مشرف، انا بلعب بروح البطل. ده شفناه مع منتخب اليد. نختلف ونتفق بقى لو هنتكلم عن منتخب كره القدم، ولكن النقطه اللي كريم ذكرها او اللي احنا بنتكلم عنها دي في غايه الاهميه، لازم يكون في لعب بروح البطل. انا مش فارق معايا انت مين، انا مش لازم بس ادافع، انا مش لازم بس ابقى عايز اطلع اعمل تمثيل مشرف. طبعا احنا ايا كان النتيجه احنا فخورين، مش هنقدر ان احنا نقول احنا مش فخورين وايه اللي حصل ده، لا الحمد لله على كل شيء، بس اكيد اكيد كلنا كمصريين كان نفسنا ان احنا يعني نكون في رانكينجز ثانيه. طبعا على كل حال